بس وجه الله وما غيره بهاي الدنيا يدوم، محبوبك سافر عنك يا حيدر هاليوم. نلعب احزان سيد الاكوان، ها نلعب اي ما شاء الله سيد الاكوان. حياكم الله وعظم الله اجورنا واجوركم في هذا المصاب الجلل، عوده مره اخرى لضيوف الاعزاء. وكان المطاف بكلام اخي وحبيبي ابو حيدر استاذ مصطفى العساوي عن اجواء قصيده سفره الى الله. عاكس القصيده كانما كتبت لزمان، فحتى من ننسى ان على القصيده تتوقعون نجاحها، النجاح متوقعينه يعني لتعب المله باللحن وصياغته صحيحه وللشاعر بالكلام، فحتى من تنجح تنجح الى مستوى كقصيده ناجحه ككذا قصيده، نجحت عده قصائد المله، عندي نجحت قصائد مع غير رواد نجاح، اختيار المفرد لكن ان تكون انشوده فهذا عطاء صاحب الزمان سلام الله، هذا عطاء الزهراوي. اختيار المفرده بهذه القصيده حتى من حيدر يشاركنا بالحديث وتحصينها العقائدي، انت لا تنسى الان احنا في زمن نقد وفي زمن ناس تصطاد بالماء العكير و و و وهذه القصيده بعيدا عن كل التفاصيل، انت بداخلك من كتابتها القصيده وطيتها الملا حيدر، يعني كقضيه التحصين العقائدي ومسؤوليه المفرده في الشارع العراقي والعالم الاسلامي اجمع ما شاء الله، شنو اهميتها كانت عندك؟ هو اللي يكتب قصيده كشاعر حسيني، اللي يكتب قصيده لازم يكون مثقف عقائديا، الاحساس بذات المعصوم مشكله كبيره. ما كانت اضافات من الملا طلب اريد هيك واريد هيك واريد هيك، احنا هو يدري هو انطى سفره الى الله، قلت له خلص الموضوع، الملا متاكد من مصطفى العيساوي، متاكد من مصطفى العيساوي، فحتى من وصلت له الملا قعدنا سولفنا على بعض المفردات الكذا الغيره، هو يدري لحنيا وهذا الحمد لله، اصلا ما كانت فيها رجع هذا جيب هذا البيت ذكر الملا من اسهل القصائد، لكن صعوبتها بعقاديتها، فالحمد لله اجتمعت كل الظروف حتى لا انسى، لاول مره نطلع لقاء انا والملا، حتى لا انسى انه اشكر كل اللي تعبوا على القصيده وخاصه وصال العاشقي، يعني ملا حيدر سبقته عنده كلمة كبيرة لوصال العاشقين، هذه الهيئة الشبابية. الله يبارك فيك. الملا خلال منصتكم قناتكم نشكر طبعا كل المواكب وكل الهيئات اللي هي ساهمت في اعلاء ذكر الحسين وإقامته، ونخص هيئة وصال العاشقين اللي هي قرأت عندهم القصيدة. زرعت بوصال. خلي أقول لك فد سالفة. كنا قاعدين بأحد المواكب. انا ومصطفى العساوي قال لي رايدين قصيده للمشايخ، خوش قلت له بالخدمه خادم، هذا خوش لحن طبعا انا كل قصائدي اتعب عليها، ولكن اكو وحده يا ابو علي تحس هي قصيدتك هاي، عرفت قصيدتي انا اللي اشعر بيها راح تنجح هاي، فقال لي كتب لي قصيدتين للمشايخ مصطفى العساوي واثنينات نزلت سبحان الله، واثنينات اضطريت له نزلت اسماء لها، لا الثانيه سفره الى الله، وحده الثانيه سفره الى الله. فمصطفى العيساوي ايش قال لي؟ قال لي حيدر احسها مو هاي، خش قلت له انت شنو تقرا افكاري؟ قال لي اقرا افكارك. قال لي اللحن، قال لي هذا لحن مشايه، قلت له لا مو هاي، قال انت ايش تريد؟ قلت له اريد الضامه، قال لي اريد اللحن اللي انت محضره للسنه. سبحان الله، انا الله يشهد انا ما قايل له محضر ولا قايل له محضر مستحيل، هو وحده بعد انا تفاجئت شنو الموضوع، ولا كان اتفاق على قراءة. قال لي وين تقرا؟ قلت له ابو حيدر هاي مالها غير وصال وصايل عاشقين لاحمد المصارع احمد الحسين فعلا، هيئه شبابيه جميله، الشباب بالمناسبه دعمهم ذاتي وهم لليوم مطلوبين على المجلس. الله يكرمك،
مطلوبين الله يوفقهم. متوقعين هذا النجاح؟ هم لا انتم كحيدر وابو حيدر. ابو حيدر متوقعين تنجح بس ما لا تصير انشوده وكل الناس افريقيا امريكا الصين العراق من كل الطوائف. قاعد تجينا ناس من كل الطوائف من غير مذهبنا من غير ملتنا من غير ديننا عرفت. ولا احد يتوقع انه القصيده ممكن توصل الى 350 مليون منشور مو مشاهده. يعني اذا تحسب المشاهدات مثلا في 5 مليارات 6 مليارات مليون واحد ناشر. يعني اذا تحسب المشاهدات في 6 مليارات 5 مليارات ماكو شخص. انت ماكو واحد يتوقع حجي. متوقع مستحيل قصيدة, قصيدة الخط الشيعي ليس بقصيدة حيدر البياتي او مصطفى العجر. لا قصيدة الجميع حتى الهيئات اللي قرعتها الملا فساهموا وساعدوا القصيدة بالنجاح. يعني غير الهيئات غير وصال العاشقين قرعت مجالس لقينا ما يخلون قصيدتهم اللي قرأ يخلون هذه القصيدة. فشكرا للجميع على القصيدة. شكرا لكل من عمل بالقصيده من مهندس 100% هذا الكم الهائل اللي يجي على هيجي ناس اكو ناس تنقد هواي اكو ناس تنقد نقد اكثر نقد. يعني ظل مشكل في بالك بعيدا عن اذكر كذا وكذا اكثر نقد اجاك على اي نقطه النقد اللي شوف انه هواي انتقادات تجي بس النقد اللي انا مثلا يعني حسيت ما له داعي حسيته ما له داعي انه يعني كم واحد حشوا قالوا وشنو هالضجه وشنو يعني قصيده ويعني شنو مثلا الناس مقدمين قصيده ودول يعني شنو مقدمين مثلا للناس. يعني هذا الشغل وكانه الحسين شغلنا راديو بشعر هذا الشغل. انا 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 وظيفتي انه اتقن عملي يعني اتقن عملي هذا اقلها اقول مثلا اتقن عمله مثلا. والاكثر انه افتخار لما صوت الحسين يوصل لغير ناس. المفروض كل شيء تفتخر. هذا النقد ما عجبني حقيقه. من اصحاب الاختصاص ام من عامه الناس؟ عام حتى انت ابو حيدر لازم تسمع بقيه النقد مثلا. انا توقعت انه ما شايفه ما توقعت انه ما عادي. لا يعني صراحه انا من حقي انه هذا انا شغله هي الحسين رادود وشعر شغله اخلي نتاج للحسين. تعال لي كمصطفى العيساوي تعال لي يوم 3 صفر ل 15 صفر تلقاني شغله خادم عندي موكب شغلي اطعمك واوفر لك الراحه واقول لك هلا ومرحبا بات واهلا وسهلا. هذا شغله للحسين. تيجي تقول لي شنو هالضجه ما له علاقه ما شوف ما له علاقه. حيدر اسئله تجيني توصلني انا من هو انا اريد الاسئله. لو رجع بيك الزمن ما قبل ان يعطيك اللحن من لباس عفوا من حيدر ان شاء الله اثنيناتهم خدام مخلصين تحياتنا لابو علي من لباسم الله يحفظه. هاي كان سؤال بداخلي سبحان الله طلع ان شاء الله راجع لك الله يحفظه بحق محمد وال محمد ويدفع كل بلاء عنا ببركه محمد وال محمد. اي والله اي والله يعني سبحان الله. ابو حيدر لو رجع بيك الزمان تضيف مقطع للقصيده للامام المهدي. اسئله هواي عن هذا الشيء. اول ما سولفنا قلت لك عقدت لصاحب الزمان والمستهل من حيث تعلم او لا تعلم هو لصاحب الزمان. القارات السبعه ضجت. القارات السبعه في زمن الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه الكل تنادي اشهد ان عليا ولي الله. اذا هذه القصيده في ذات صاحب الزمان سلام. القارات السبع في زمن صاحب الزمان الجميع تقول اشهد ان عليا ولي الله. فاذا هي اصلا المحور الاساسي صاحب الزمان سلام. انت تعلم الشعر ظاهري وباطني. القران باطني وظاهري. الطف باطني وظاهري. فإن الشاعر يحيطها للوضع واحد يفهمها من غير اتجاه واحد يفهمها من. والمعنى في قلب الشاعر. كل القصيدة طبعاً. لمولاه صاحب العصر والزمان من البداية إلى النهاية هي بعد هي رسالة لأبو صالح الله يسلمك.
أعزائي مشاهدي قناة الإمام المهدي، فاصل وإن شاء الله أكو بعض الأسئلة لضيوفنا الأعزاء خدمة الحسين، وهم نريد نسمع من عندهم شيء، لأن هذه المناسبة هي زيارة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في هذه المناسبة الأليمة، ذكرى استشهاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. انتظرونا وراجعين لكم إن شاء الله. الليلة يا علي دمي دمي يعني ينعار، هذا المصطفى هذا رسول الله، هذا المصطفى هذا رسول الله، وجه الدين يا هل يوم ابتسم لي عدا والله عدك يا حيدر يفرقك. حياكم الله أعزائي مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، وعودة أخرى لضيوفي الأعزاء، وهذا البارت الأخير. ملا حيدر، الأسئلة كثيرة، واقعا مئات الأسئلة إلك ولأبو حيدر، لكن أكثر الأسئلة من ناس أصحاب اختصاص، والإجابة تكون يعني مو موسعة حتى نلحق ناخذ أكثر وقت. أحد الأسئلة يقول: ملا حيدر البياتي رغم الاسم اللي وصل له وهذا السمو الحسيني بكفوف العباس عليه السلام، نراه دائما متصدي إلى كل شائبة بالقضايا التي تخص الشعائر الحسينية، مع العلم بعض الأخوة الأعزاء مع جل احترامنا لهم الأسماء اللي موجودة يقول أنا ما له شغلة، أكو ساحة اللي تعالجها، أكو رأي، أكو نسيان، لكن نجد ملا حيدر أكثر الناس المتصدين لهذه القضية. أكثر ممكن، لأنه السكوت كثر، فقمت لما أنا أحكي حتى لو قليل أصير أكثر، أكو سكوت هواي. فأنا يعني قديما يمكن قبل 4-5 سنوات كنت هواي أحكي، صح، فصار لي فد 4-5 سنوات يعني هذين الجدد مو هواي أحكي، حتى لا تراجع مثلا ما أتصدى لكل شيء، ولكن أكو أمور بيها نصرة للحسين، بيها نصرة للزهرة، كل واحد يتكلم زين. فشوفوا انشوراتي جدا قلت بهاي الفترة، ولكن يمكن السكوت كثر فأنا بينت. قصيدة قضمت مقطع ليش؟ أكو ناس رادت تصور حتى تضرب ناس، أكو ناس رادت تخلق فتنة بالوسط الشيعي ويخلوني أنا واجهة. رفض هاي الرسالة اللي كان من عندك حتى الجمهور يسمع. ملا حيدر هي قضية توفيقية وإن شاء الله أنتم واحد. أنا الكلام اللي أقوله على المنبر، الكلام اللي أقوله مسؤول عنه إلى أن أموت، ولكن فترة من الفترات تريد تضرب بي خادم للحسين أو تضرب جهة أو تخلي بين الشيعة، لا أنا أرفضك. أنا مع الحسين دائما، اللهم اجعل عادتي ألا عادت لي، إذا اليوم الحسين هنا أنا هنا، إذا باكر الحسين هنا أنا هنا، أرجع لك إن شاء الله. حسين. أبو حيدر، أكو واحد يصعد واحد، أنا رادود أقرأ لك أصعدك، إذا ما أقرأ لك أنزلك، أكو شيء هذا الموجود؟ والله هو المنطلق كله يعني كفكرة رادود وشاعر واحد يصعد اثنان مصعد، يعني المنطلق الصحيح أن يصدق الرادود مع الحسين وأن يصدق الشاعر مع الحسين. يعني هواي نصوص لشعراء عندنا سابقة مثل عبود غفلة الله يرحمه وغيره وغيره، تروها ناس غير الرواد وصارت أسماء، يعني معناته الرادود مو صح وعبود غفلة صح، بالعكس. وهواي ناس أنا أريد كلمة من عندك، كلمة شاشة وجمهور، كلمة الرادود، الرادود محطة إعلامية، هناك محطات إعلامية مهمة بالوسط الحسيني مثل فلان وفلان وفلان، مثل ما الرادود محطة إعلامية مهمة، أكو محطة إعلامية مهمة اسمها الشاعر، وموجودين بالوسط فلان وفلان وفلان. الشاعر اللي موجود بالوسط اللي اسمه ثاق من كتاباته واسمه واصل، هذا محطة إعلامية. الرادود اللي جاي يتعب على روحه واسمه واصل، هذا محطة إعلامية.
هذا يكمل هذا ما اعتقد يكمل هذا في القضيه الحسينيه العفو هذا يصعد هذا ما اعتقد انا اليوم الملا حيدر انا اصعد ملا حيدر بياتي او ملا حيدر البياتي اصعد مصطفى عيساوي حسين موجود هذا الشيء موجود اذا انا ترى شخص ما طالع للاعلام مو اصعد باسمي لا لكن اصدر للناس باسمي احسن تعال يا ابو علي أحسن. اسمع هذا اسمه فلان الفلاني انت من راح تسمع كلمات مصطفى العيساوي كمتابع لمصطفى العيساوي تنجبر راح تسمعها نفس الحاله اذا اجى رادود مثلا حيدر البياتي اسم حلو مهم مو طاقه اعلاميه يقرا الشاعر شاب وانا قرا الواحد من شعراء الشباب قلت له هذا منين قال لي كذا 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 قلت له اريده هذا شاعر احسن اذا هذه وسطه بس كمحطات اعلاميه شاعر محطه اعلاميه رادود محطه اعلاميه موفق هذا التوافق موفق ملا حيدر احد الاسئله اللي وصلتني يقولون يا ملا حيدر شنو سر الدمعه مالتك من تصعد على المنبر هاي الارتباط الروح مع الحسين مع الزهراء وانت تفقد بالاداء هذا المهم اللي حتى الناس تتعايش وياك و 100% انت من راح تنزل دموعك راح تنزل دموع لكن شنو هذا السر بدمعة حيدر البياتي توصل بالزهراء سلام الله عليه سلام الله عليه انا كثير التوصل بالزهراء سلام الله عليه ما يمر يوم ابو علي يوم واحد ما يمر انا يم امير المؤمنين قال يوم واحد ما يمر اذا ما اصلي لها ركعتين وتوصل بيها هذا هو كل سر الدمعة اللي حصل اذا يجيك شاعر من شعراء وهو سؤال من شعراء النجف احد شعراء النجف يقول اذا اعطي قصيده الملا حيدر بمستوى قصيده ابو حيدر اعطيك اياها جائزه القرن انا ما ابحث عن اسم شاعر ابحث عن شعر القصيده اذا عجبتني مهما تكون الا من اقراها احسن 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 ابو حيدر ابو حيدر انا داز لك قصائد الشعراء ننتظر جزء ثاني لسفره الى الله كيف صار ما عندكم هذا المشروع هذا شيء لصاحب الزمان قصيده لصاحب الزمان شنو تكليفنا السنه الجايه الله الان ابو 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 كرارش قال يعني انا اخذت السؤال من عنده قال انا بعد اربعينية الامام الحسين استعد لي نعم. الاربعينية القادمة والقادم افضل وهي ترى مستحيل بس تيجي طالع اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد بس شاعره ما ندري بس يعني انتم ما تخلوا في شاعره ما ندري انتم ما تخلوا في بالكم المسؤولية اكبر واكبر حيدر البياتي ومصطفى العيساوي من وصلوا الى هذه المرحلة ببركات مولاتنا الزهراء وان شاء الله امير المؤمنين وراكم بكل شيء ما ممكن يعني خطوة يعني الأفضل والأجمل الوادم تنتظر معكم لا هاي مسؤولية عليكم اللي علينا نقدم مسؤولية عليكم أمام الله والله شكرا لعطاء الزهراء سلام الله عليكم شكرا لعطاء الحسين سلام لكن والله وأنا مسؤول عن كلامي وهذا اللي يدور بقلب ملا حيدر والله هاي اللي شافوهم كلهم لا شيء عدي وعد ملا حيدر اذا ما شايفه صاحب الزهراء اللهم صل على فنسال تتوقع ما شايفه اللهم انا اتمنى ان يزيدون اكثر بعد 35 مليون يصيرون 60 ما امشي بالشارع من الجمهور اقول لك يا احنا مو انبياء احنا عايشين ببركه علي بن ابي طالب ولا داخلك شنو لكن والله الكريم هاي النظره وصاحب الزمان ما شايفه قل له الامر لان انا اشتغلنا وياهم من البدايه سالفه بس عندي بعد كم سؤال واريد اختلف. ايه. اختلفنا انا وابو حيدر على شطر. قلت له اني اقرا صاحب الزمان، هذا الشطر راح يطق بهواي مشاهدات. بس انا ما ادري خاف يزعل صاحب الزمان، انا ما اقرا المشاهدات. قال لي والحل؟ قلت له الحل اخذ استخاره بالقران، عندي استخاره بالقران استخاريت على شطر. قاعد تعرف وين؟ شطر بالقصيده شاش قد مهتمين انتم بالهذا بالسفره الى الله اهتمام شاش قد مهتمين قعدنا ليله كامله لما نزلت ليله كامله احنا نسولف ليله كامله نسولف اخذت استخاره على الشطر قبل خابرت مصطفى قلت له طلعت لي بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اصحاب القريه ايش جاه المرسلون روح جيده اخذت استخاره على حذف الشطر طلعت مو زينه
الشطر بيه جوانب ايجابيه كلش قويه، بس اني شطر قاعد وابو حيدر ما يكتب سالفه لا ما يحسبها. اكيد شوف خلي اقول لك فتسالفه كلمه بحق هذا الرجل. هذا الرجل وحده من اللي نجحت قصيدته انه هو ابو موكب، فمن كتبها كتب الاشياء اللي هو شافها عايشها. مو شاعر قاعد بالبيت، مو واحد قاعد بالبيت لو قاعد بفندق ويكتب، لا هو ابو موكب. ابو 15 يوم يوصف موكب، يعني ابو حيدر وحده الاطياف والاديان الموجوده في الشايف. هو كتبها، هو شايفها وكتب. هل هي مقصوده؟ انا عندي صديق من غير خط تصور، يعني من قد ما اجل مجلس الزهراء سلام الله، اجل مجلس الزهراء فيقعد وبكى وحضر وكذا، فمن طلع قلت له انا ادري بيك من غير طالع، قال هاي بنت النبي، هاي ام الحسين. فالحسين سلام الله عليه، انا يجوز اختلف عقائديا مع الطوائف، عقائديا مع الطائفة اختلف، ما بيجي هو احنا هذا، هو كل من وعقيدته، فعقيدة لطائفة اخرى اختلف وياها، بس ما اختلف وياها على حب اهل البيت سلام الله. اكو ناس تحب اهل البيت ما يصير اجردها، وعده. الشغلة الثانية ما اقدر اجردها من الانسانية. يعني مثلا هذا اللي اجى للسجاد سلام الله عليه، حكى وغلط وضرب وما ادري ايش سوى، قال له ان كنت غريبا او انا جاي اطعمنا كذا، قال له من؟ قال له عناي اخلاق اهل البيت، احنا ننتمي الطائفه اخلاقها اخلاق محمد وال محمد، فانسانيا انا ويا شركاء حتى بالوطن وعده. الشغله الثانيه الابعد من هذا الحد، كل احنا جاي نشوف المسيحي جاي، صحيح، السني جاي، الصابئ جاي، يعني الكل. اهلا وسهلا بك بكر بلاء. الكل من يجي. قبل ان اختم، اكو فرحه بداخلك لنجاح هذه القصيده؟ افرح لانه عطاء من صاحب الزمان، فهو وايد فرحان بيه. ابو حيدر انت جاي متلازم، انت وحيدر شلون راح ارجعكم؟ ما ادري ان شاء الله خير. اذا اقول لك شيء ما تتوقع، والله الكريم حيدر ملا حيدر قناته نشرت القصيده يوم 4 ويوم 5 صح. صح، فانا بالخدمه، انت تعرف مكاني ابو موكب. ابو انا بالحمزه، حمزه الشرقي، ف يعني بعيد عن الحمزه 11 كيلو، تعرف يعني الصحراء وكذا والاسماك واكو، فما عايش الاجواء. تعمر الزوار تقول لي الف رحمه الوالدي، اقول لها حبيبي بس ما ادري لحد ما دخلت كربلاء يوم 14 صح. تقول لي فرحان انه انا اليوم في مصلحه، ما ادري فيها، فالفرحه اللي عندي لها موجوده، بس اقول هذا مو جديد على الله. ان شاء الله ان شاء الله العطاء دائم. قبل ان اختم اريد اسمع شيء من عندك ملا، واسمع شيء من عندك. الله سفر الى الله حسينا، دمنا حسينا مشينا، دربك مشينا إلى الله إلى الله. القارات السبعة ضجت والكربلاء حسين حجت، إلى الله إلى الله. سألنا الكرة الأرضية منو أهل العزوبية، زيارة الأربعينية تقول الشاهد، عراق حسين ما تسفر من الموصل إلى البصرة، حد ما توصل الحضرة عراقك واحد. الحسين جننا الحسين عناوين، حبنا عناوين مجانين، أعقل مجانين بالحسين بالحسين. نار الكرم للضيف وجت والكربلاء حسين حجت، إلى الله إلى الله. شاعر مصطفى الايسر. مصطفى شو سمعنا قبل لا اختم؟ اخو انا اخو دروع خلصوا. اي سمعكم هدية.
ماشي. الأغنية تقول لمولات يوم البنين سلام الله، تقول من طبع الكرم بالناس يسرى ونم الضحى فوق يمين. يسرى لو الندر بعيال حسين، يسرى مثل عباس شا سويت. الله الله الله. أما للحسين شطرين اختصار بقصيدة كاملة. مرات اختنق اختنق واجتمع حسين ارتاح. الله الله. مرات اختنق واجتمع حسين ارتاح الهوى تحس بوجوده لو تنفسته. شفت حسين عايش والقصر مذبوح بنادم عيشته بالقطره اللي بدس. الله الله بدوار ربك يا حبيبي. الله يوفقك. ان شاء الله دائما مخنوق بحب حسين عليه السلام، ان شاء الله دائما مجنون بحب حسين عليه السلام. ان شاء الله بحق محمد اليوم تعبناكم. لا بالعكس. وبس والله العظيم هذه الرسائل خدمه كل محب وصلت باماله للناس، تريد تسالكم وتريد تستشف قضيه السفره الى الله. وان شاء الله القادم افضل والقادم اجمل بهذا الوجود. اكو دروع هنا مقدميها الاخوه في قناه الامام المهدي. هذا الدرع، هذا الدرع علما لمصطفى العيساوي خلاوي. هذا مصطفى العيساوي شاعر كامل. ان شاء الله هذا درع مصطفى العيساوي، وان شاء الله الدرع من الزهراء. الدرع من الزهراء ان شاء الله. وانت تستحق شرف ابو حيدر، انت انسان منصف. ما اريد اقول انظلمك، لا لا الحمد لله. لا الزهراء موجوده مع الحسين، ما حد يظلم. الزهراء موجوده ان شاء الله. الله يوفقك. انا ما مظلوم ولا شيء. لا الله يوفقك. دلل عند الحسين ان شاء الله. الدرع الثاني الى اخي وحبيبي ملا حيدر البياتي. هذا الدرع خلي يشوفونه كاميرتي ولكاميرتكم. اسال الله يوفقكم ملا حيدر. ان شاء الله الله يعلي شانك بحق محمد وال محمد. الله يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله من ابداع الى ابداع. سلمكم ان شاء الله. الوادم تنتظر من عندكم الشيء الجميل. الوادم تنتظر من عندكم جميع خدمه الحسين التوفيق. يا الله. وهذا السلم التصاعدي الى 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 الله. يا الله. هذه السفره الى الله، وان شاء الله السفره مو هنا ومقطوعه، ان شاء الله السفرات قادمه والقادم اجمل ان شاء الله. اعزائي مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه، هذا ما يسمح به وقت البرنامج في ختام هذه التغطيه الخاصه. لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر الجزيل الى ضيوف الاعزاء، الى الرادود المبدع الملا حيدر البياتي، شكرا جزيلا وحياكم الله. استاذ ابو حيدر شكرا جزيلا. الله 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 يبارك. طبعا من طبيعه المقاتل عندما ياخذ التحيه يجب ان يرتدي القبعه، لكن انا اعتذر لا ارتدي قبعه واخذ التحيه الى ضيوف الاعزاء. جزاكم الله خير الجزاء عن الزهراء وعن اهل البيت عليهم السلام. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا لهذا الحضور الطيب، شكرا جزيلا لخطى اصدقائي خدمه الحسين ملا حيدر وابو حيدر مصطفى العيساوي، شكرا جزيلا لهذا الحضور الطيب. في ختام هذه الحلقه نتقدم بالشكر الجزيل، تقبلوا تحيات هذا الكادر الجنود الذين خلف الكواليس. وفي الختام نسألكم الدعاء وحياكم الله. بس وجه الله وما غير بهاي الدنيا يدوم، محبوبك سافر عنك يا حيدر هاليوم. ننعب أحزان سيد الأكوان، ها ننعب أحزان.